بنت النبي فاطمة أم الحنون الوصول وأم بيها النبي المختار طه الرسول يقوم من أجلها ترحيب عند الوصول يا ربي صلي على المختار هو البتول وإن وصل من سفر صلى وجال البتول تشبه باها بممشاها رواه العدول يفرح ويغضب لها ويستمع ما تقول يا ربي صلي على المختار هو البتول.